ممكن تكون مشاكل بالاطباق بين الفكين، مشاكل عظميه مش في الاسنان. وممكن يكون الحل اسهل اذا كان الفحص مبكر. هاي النقطه اللي بنحكي عن عمر 7 سنوات. هلا شو المهم بهذا العمر؟ من عمر 7 سنوات لعمر 12 سنه بشكل عام هو العمر اللي ممكن نستغل فتره نمو الطفل. بمعنى اذا في عندنا بروز في احد الفكين نستغل هاي المرحله انه نساوي تثبيط للنمو بهذا الفك ونساوي تحفيز لنمو الفك الاخر، فيصير في تناسق في الاطباق بين ويقلل يمكن من نسبه المشاكل التقويميه او شدتها. طبعا هلا فيما بعد استغلينا هاي المرحله ماشي، احنا بنحكي بعد عمر 12 13 سنه اغلب خلينا نحكي البيك او الذروه للنمو بتكون راحت في هاي المرحله، فبتكون اذا كان المريض راح يكون عنده مشكله كثير كبيره ممكن نخفف منها، بعض الحالات ممكن ننهيها. النقطه الثانيه تجاوب وسرعة علاج التقويم بهذه المرحلة. احنا بنحكي عن مرحلة النمو، مرحلة النمو بيكون في طبيعة العظم والأنسجة المحيطة في الأسنان، خلينا نحكي بالعامية هي بتكون يعني ما وصلت لمرحلة النضج الكامل، بمعنى صلابة العظم بتكون في درجة أقل من مرحلة ما بعد ذلك، فبكون حركة الأسنان والتحكم فيها بيكون أسهل بكثير. خلينا نحكي عن فترة علاج بتكون بالأغلب قصيرة. فبنرجع لنلخص المعلومة، عمر 7 سنوات هو العمر في البداية كاستشارة، بعد هيك ممكن يكون في متابعة كل 6 شهور للمريض لحديت نشوف الوقت المناسب إذا كان في عندنا مشكلة نتدخل ونستغل البيك أو ذروة النمو عشان نتدخل في أجهزة علاج وظيفية نسميها. طيب أنا معلش بدي أقطعكم شوي، عم بيقولوا لي في اتصال معنا، رح نرجع للدكتور تامر قريبا، بس في اتصال معنا. مساء الخير. مساء النور، تفضل مين معي؟ أول شيء كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. يعطيك العافية. الله يعافيك. أنا اسمي شاكر عليان، بحكي من رام الله. من المسي على أصدقائنا الموجودين معك وخصوصا دكتور محمد جيوسي. مساء الخير. سؤالي على السريع من بعد إذن نسأل عن موضوع رائحة الفم، مع أنه أنتم بتحكوا عن البسمة بس أنا حاب أعرف عن هذا الموضوع اللي هو رائحة الفم. رائحة الفم وصل، إيش المشكلة؟ إنه شو الشغلات الوقائية اللي ممكن الواحد يسويها بحيث إنه رائحة الفم مثلاً في الفترة الصباحية ما يكون يعني هاي ظاهرة مزعجة دائماً الفترة الصباحية. طب بدي أسألك بس سؤال سريع، عندك تركيبات بالفم؟ عندي مركب يعني تيجان جسور لا تقويم؟ لا ما في، بس أنا عندي مشاكل في اللثة بشكل دائم يعني. ما عم بسمع، راح الصوت، راح الصوت. طيب راح نحاول نجاوبك على رائحة الفم، وشكرا جدا على اتصالك. في اتصال نادر، انت على الهواء تفضل. الو مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. الله يمسيك بالخير دكتور وضيفك الكرام. الله يخليك يا رب، تفضل. بس رجاء لا تضحك يا دكتورة. طيب قول لي، انت ضحكتني من قبل ما ابلش، ها وهي كشره. قول. لا 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 ما بدنا اياه غير سالم ان شاء الله. في لنا زميل احنا بنداوم بشركه بعمان، بالنسبه للصرار تبعون الاسنان يعني الحمد لله انا اسناني 100%. هذيك اليوم بحكي انا وياه اعطاني وصفه غريبه جدا. اها. بقول لي بتحط نقطتين هايبكس مع شويه مي لمده اسبوع بتفرك اسنانك في يوم. نقطتين هايبكس تاع تنظيف البيت. نعم الهايبكس المستخدم في المنزل. ايوه بالضبط. فانا مين اعطاه الوصفه يعني دكتور؟ بقول له انت عن جد تحكي. قال لي ها رفع عن اللثه عنده واسنانه شيء مفخره يعني. اها غربت. طيب اتصور يعني انت اخذت الجواب يعني. يعني صح الى حد ما. انت هلا حلو انك انت حكيتنا بهذا الموضوع. على فكره دكتور تامر ديب راح يحكيكم عن شغلات من حول المنزل وغذاء، يعني من اشياء الموجوده حوالينا اللي بتساعد على زياده بياض الاسنان، فيمكن هاي تفيدك المعلومه سيد نادر. هلا انت تابعنا، قبل نهايه الحلقه راح يكون معنا هذا الموضوع. معنا كمان اتصال دكتور خالد عبيدات. الو اهلا دكتور. اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير يا رب. انا والله حاكي بس هاي طريق دكتور محمد، دكتور تامر، دكتور محمد جيوسي. الله يخليك. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير يا رب. ما شاء الله منورين. كيف احوالكم بالسعودية؟ ان شاء الله منيحة. لا ممتاز الحمد لله رب العالمين. ما نقص والله شفتكم.
احنا والله كمان ما ناقصنا غير شفتك في الاردن ان شاء الله. اهلا وسهلا. الله يخليكم يا رب. الله يخليكم، ما شاء الله منورين. قلنا دكتور عندك اي استفسار او اي تعليق او اي، يعني انت زميل عزيز علينا ومشكور باتصالك. احنا اكيد ما بنستغني عنكم يعني. الله يخليك. تسلم. هاي شهاده لنا. شكرا على اتصالك. شكرا. اوكي. بدنا سيد نادر، زي ما قلت لك رح نحكي معلومات عن اشياء تساعد على تبييض الاسنان، طبعا بغض النظر غير عن العياده، اشياء سهله حواليكم البيت. رح نرجع لما كان الدكتور جيوسي عم بيحكي عن العمر، انا قطعتك اعتذر جدا، بس اذا ممكن تكملنا المعلومه اللي كنت بدك تحكي لي اياها. هي مش معلومه، هي حقيقه. هي حقيقه. انه لاحظت يعني من الناس انه موعد التقويم المثالي قبل العرس باسبوع. يعني انت قبل السفر باسبوع، قبل السفر بيومين، يومين. يعني بيكون الواحد عمره مثلا 24 سنه 25 سنه، قبل باسبوع من دكتور بدي تقويم او دكتور بدي تجميل. احنا بنمسكهم من 18 سنه 16 سنه، ما تزنقوني قبل العرس باسبوع. من هلا عم نحكي ما تزنقونا قبل العرس باسبوع. باسبوع هاي حقيقه عندنا في شغله انه عمر التقويم المثالي. وكيف الحقيقه اللي انت قلت، يعني مثلا نص، يعني بجوز اكثر من النص، بجوز 70-80% من شعوبنا العربيه بشكل عام عندها نقص كلس. كله بقول لك احنا عندنا نقص كلس بالعيله، اسناني مسوسه فيش ولا سن، طبعا عندنا نقص كلس. انا بقول ظاهر يعني لازم نقص كلس بالايدين بكون فيه هو اكثر ظاهره يعني. طيب دكتور بدنا نسالك، شو العمر المثالي للتركيبات التجميليه بالاسنان؟ امتى بتتخذ القرار انه من هذا العمر انا بقدر اشتغل، واصغر من هيك ما بنصح انه ينشغل له؟ هلا شوف، هي في لبس شوي في الموضوع، موضوع اللي هو تجميل الأسنان. هلا تجميل الأسنان هو طب أسنان. يعني ما بقدر أحكي أنا والله يعني دكتور، هذا دكتور تجميل، ما فيش هذا الاختصاص، لا يوجد. لا هلا يعني مع تطور العلم بلشوا إنه والله يركزوا على الموضوع أكثر. هلا في جامعات عم تعطي مثلا ماجستير في تجميل الأسنان، بيكون دائما بتلاقي ترميم وتجميل، تركيبات والتجميل مثلاً. بس هو تقويم والتجميل بشكل عام، يعني طبيب الأسنان هو من وظائفه أنه يجمل الأسنان. هلأ فالعمر المثالي بيبدأ من يعني من صغر الطفل. يعني احنا هدلا يعني الحشوات اللي بنعملها للأطفال، يعني الطفل نفترض الطفل وقع وراح من جزء من أسنانه أو انكسر أو كذا، هلأ أنا عملت له حشوة تجميلية، هذا تجميل أسنان. وهذا ما بنتصور يعني احنا، يعني هاي رسالة للأهل، قد ايه بيعكس على نفسية الطفل وثقته بنفسه. اوكي، يعني كثير ناس بتجاهلوا، يعني بقول لك انه طفل سن لبني بوقع بتبدل، يعني الأغلب الشغلات اللي بنسمعها من الناس، بس بينسوا انه هذا الطفل ثقته بنفسه كثير مهمة. العامل النفسي كيف بيتعامل مع زملائه في المدرسة، بده يظبط صاحبته في المدرسة، يعني كثير بيفرق معه موضوع. فأنت حشوة الأسنان التجميلية العادية هي تجميل أسنان. هلأ تركيبات الأسنان، تركيبات الأسنان لا ينصح انه يعني بتركيب الأسنان قبل ما، زي ما حكى دكتور محمد، انه ما يخلص نموه الإنسان. يعني قبل اني بشكل عام 17-18 سنة، بتختلف من يعني من شخص لآخر، بتختلف من الذكور والإناث، لأنه يعني مع العمر بصير تغير في بروفايل الإنسان، المستوى اللثة. هلا كمرحلة، بس بقطع الدكتور، هي كمرحلة مؤقتة زي ما حكى، هو مش لازم يكون التجميل له وقت معين، يعني البني آدم لازم يعيش دائما في ابتسامة جميلة، هلا سواء كان طفل ولا سواء كان عمره 60 سنة. هلا على فرض انه كان بحاجه لتجميل او لتركيب في سن، في مرحله الطفوله او في مرحله مراهقه، لا يعني يتاجل الموضوع لفترات طويله، لانه يعني في اجهزه مؤقته او تركيبات مؤقته ممكن يعني تحسن من الشكل لمرحله مؤقته. بعد هيك، بعد ما يخلص مرحله النمو، نيجي لحل الدائم. يعني عشان ما يفهم بس الموضوع انه بطريقه غلط، انه بالضبط يعني ممكن يكون في مرحله انتقاليه بالعلاج، في مرحله انتقاليه، اجهزه متحركه، اجهزه ثابته، تركيبات ثابته، ممكن بطريقه مؤقته بحيث انه
نوصل نخلص مرحلة النمو بعدين نوصل للحلول. يعني كل عمر له تجميله الخاص. بالضبط. يعني في كتير مثلاً. وإله الحاجة المعينة. يعني في كتير مثلاً صبايا صغار بالعمر ومأخذين بالميديا والإعلام وكذا، فبتلقى جاي على العيادة وعمرها مثلاً 15 سنة 13 سنة، دكتور بدي هوليوود سمايل، بدي سليبرتي سمايل. فمثلاً ممكن نوجهها لشغلات أبسط، مثلاً كيف تعتني بسنانها، كيف تبيض سنانها، ما بنروح للحلول اللي هي الجذرية خلينا نحكي، هذا بيتأجل لبعدين، هلا فينا نمشي بهيك شيء. تمام. هلا مثلا على العكس، مثلا إن هي برضو رسالة للناس إنه إذا الواحد ما بعرف عنه كيف إذا خلص الخمسين خلص بيعتبر انه هو ما بيلبق. دكتور انا قديش بدي اعيش؟ يسوي اللي عليه. انت فاهم علي؟ بس الحمد لله يعني في عندنا ناس، مثلا في عندي يعني واحد الله يذكره بالخير، كنت اعمل له اطقم اسنان. فعملت له 3 اطقم، فكل ما اعمل له طقم تمام يروح يتجوز واحد جديد. لا ايش بده يعملوه؟ الناس تجميل. فكل عمر له تجميله الخاص خلينا نحكي. طيب مرات دكتور جيوسي لما يبلشوا تقويم الاطفال، لما قلت لنا بعمر 7 ل 12 سنة، احنا كنا نسمع قبل انه كانوا يركبوا لهم اجهزة متحركة. مزبوط. شو رأيك بهذا الموضوع وتعليق اللي عليه انه بده كتير التزام؟ اتوقع وان صحيح معلومتي بده التزام من المريض. في هلأ صار بدائل لهذا الاشي؟ هلأ ما بدنا نسميها هي بدائل، ماشي، هي هاي الاجهزة. خلينا نحكي بس ايش هي، ايش تعريفها. هي الاجهزة تسمى اجهزة وظيفية، زي ما حكينا في البداية، هي وظيفتها انه تحفز النمو في مناطق معينة وتساوي زي يعني تثبيط للنمو في مناطق اخرى بناء على علاقة الفكين. هلأ هاي الاجهزة من زمان موجودة وستيل موجودة وما بنقدر نستغني عنها، بس هلأ الاختلاف نوعية هاي الاجهزة. يعني زمان كان في عنا الأجهزة الخارجية اللي هي ممكن تكون مزعجة كمنظر للطفل، وممكن تكون مزعجة حتى تساوي restrictions أو تحديد لحركته، أو إذا كان بيلعب مع في المدرسة أو إذا كان. فهاي خلينا نحكي كواليتي أو كنوعية وكحجم وكسهولة التعامل بين للطفل ولأهل الطفل صارت مختلفة أكثر، خصوصا هلا صار في عنا زرعات تقويمية بنسميها. هاي صارت تساعد كثير، يعني بدل ما نحط الجهاز الخارجي ممكن نعتمد على العظم نفسه، ماشي، في تحريك أو في التحكم في نمو. فهي عملت يمكن نقلة نوعية طبعا، بس نوع من الزرعات بالتقويم. 100% بس ما بنقدر نحكي إنه نستغني عنها، هي مهمة، أهميتها بتكمن انه ممكن او مش ممكن، هي راح تحد من المشكلة، قد تنهيها تماما اذا الطفل التزم. احنا بنحكي عن متوسط من 12 ل 16 ساعة في اليوم بيلتزم فيها، وهي فترة تعتبر طويلة بس لا غنى عنها بالنسبة لحل المشكلة. اذا ما كان في استشارة خلال هذا الوقت واجا الطفل ما بعد عمر 12 او 13 سنة وكان في عنده مشكلة عظمية بالاطباق بين الفكين، زي بروز الفك العلوي مثلا، او بروز الفك او ازاحه باحد الفكين، فاحنا بعد هيك قاعدين من يعني بنكون محدودين في الخيارات. الخيارات قد تكون توصل لمرحله جراحه فكين بالاضافه للتقويم. فعشان هيك انه يفضل اذا الاهل شاكين في, 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 في مشكله بهذاك العمر انه مباشره يتجه لطبيب التقويم كاستشارة. هلأ وإذا ما حسوا في مشكلة، الشيء الأفضل طبعا أنه الاستشارة هي تكون دورية ابتداء من عمر 7 سنوات، لأنه ممكن يكون الطبيب يعني يلاحظ أمور الأهل ما يلاحظوها. الأهل دائما يلاحظوا أنه والله الطفل عنده مشكلة في النطق، ممكن يجيك بس ممكن يكون ما عنده مشكلة في النطق، نطقه منيح، ممكن يكون أكله ما شاء الله منيح، بس المشكلة ممكن تكون كبيرة. فيفضل أنه دائما الطبيب هو اللي يقيم الحالة من الأول. طيب بما أنه عم نحكي هيك، خلينا نتطرق لموضوع دكتور تامر. بما انه انا حبيت انه تكونوا مع بعض اليوم، لانه يعني بدنا نوعي الناس انه يمكن يجهلوا في كثير من حالات انه بيتطلب اخصائي التركيبات والتجميل، يعني لما بده يشتغل انه مش بس يشتغل لحاله، هو بيكملوا بعض طاقم كامل من جميع الاختصاصات. بكثير من الحالات بيكون التقويم والتركيبات شغالين مع بعض. امتى ممكن تعطينا مثلا امثله، تخبرنا باي حالات ممكن انت تحول لمريض لدكتور محمد جيوسي مثلا انه يعمل له تقويم بعدين انت ترجع تعمل له التركيبات؟ هل هي كثيره يعني بتمرق عليك هلا؟ بشكل عام كثيره.